جاد. انا جاد ابني بشهر 11 صار عنده التهاب بالمعدة، دخل بغيبوبة 11 يوم وصحي بدون وعي ولا ادراك. احنا كنا بالامارات، الدكاترة هناك ما اعطونا ولا امل، واجينا على الاردن عشان ندور على طرق للعلاج. هلا دكاترة الاعصاب اجمالا ما اعطونا امل انه ابني، لانه كان نازل التهابه على الوظائف، فكان عنده لا بحكي ولا بسمع ولا بشوف، لا كان بسمع بس ما كان بشوف، ما كان بتحرك. الحمد لله دورنا على طرق كثيره، لقينا التمبرانا ريفلكس ثيرابي للعلاج الانعكاسي. الحمد لله لقينا نتائج من اول جلسه، لقينا نتائج كثير منيحه من اول جلسه، وهلا صرنا متابعين معهم فتره. هلا لما نزلنا على الاردن برضه في دكاتره حكوا لنا انه ما له امل اني في علاج، انه رح يضل زي ما هو. دورنا كثير، الحمد لله لقينا التمبرانا ريفلكس ثيرابي العلاج الانعكاسي. هو عبارة يعني جينا تعلمنا بالمركز البروتوكول خاص بحالة ابني، تعلمته أنا وطبطبه عليه يوميا. الحمد لله أول 3 شهور ابني كتير تحسن، صار رجع له النظر، صار يحكي كلمات، صار يبلع يأكل، الحمد لله صار حركته شوي، يعني يقدر يحرك شوي جسمه. بعد 3 شهور عملنا برضه على تقوية الأعصاب وقوية شخصيته، المشي كثير تحسن الحمد لله، عم ترجع للوظائف، حتى دكتور الأعصاب كثير مبسوط منه ومبسوطين من التحسن السريع. هلا التمبرانا ريفلكس ثيرابي هي الدماغ عشان نستقبل جلسات العلاج الطبيعي الفيزيوثيرابي اللي كان المكثف اللي كان ياخذه جاد. يعني هلا التمبرانا والفيزيوثيرابي كانوا كثير ساعدوا بعلاج حالة جاد وتحسنه، تحسن الحمد لله رب العالمين. مع تحسن جاد احنا عم بنهيئه عشان يفوت على المدرسة، بس طبعا ما عشان رجعوا على المدرسة لانه كان هو كيجي تو اصلا. ان شاء الله بنكمل متابعه، بنكمل متابعتي مع التمبرانا ريفلكس ثيرابي ومع العلاج الطبيعي برضه مع دكتوره، وان شاء الله ان شاء الله برجع طبيعي زي الاول.